أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون وإياكم في هذه التغطية على مدار الساعة لآخر المستجدات في غزة والعمليات داخل فلسطين. وأيضا قبل أن نبدأ نتحول مباشرة إلى إطلاق نار على الشرطة الإسرائيلية في القدس، وهذا الإطلاق على مقر إذن للشرطة في القدس وإصابة اثنين وفقا لمراسل الحدث. إذن هذه الصور المباشرة من القدس، وهي بعد تسجيل حالة لإصابة اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية من جراء إطلاق نار على مقرهم في القدس. هذه الصور إذن هي من القدس عقب الأنباء عن استهداف مقر للشرطة الإسرائيلية والذي نجم عنه إصابة عنصرين منه. ويبدو من المقاطع المصورة بأنهم ربما يمنعون التصوير أو لا يريدون الاقتراب أكثر. هذه منطقة باب العمود. وفي ترقب للمزيد من المعلومات حول هذه استشهد الشاب. الأنباء الشاب استشهد. هذه الصور للحظة إطلاق النار. عملية باب الرشيدية دخل عليهم في الطخ، بلش قتلوه استشهد الشاب. الشاب استشهد الشاب استشهد طخوه. سعيد شو بتصور؟ عملية عباب الرشيدية دخل عليهم في الطخ، بلش قتلوه استشهد الشاب. الشاب استشهد إذن سنبقى في متابعة هذه الأنباء، وفي حال ورود أي جديد بما يخص هذه العملية يتم الحديث عنها مباشرة ونقلها لكم مشاهدين. إذن يوم سادس للتصعيد في غزة لم يحمل جديدا، القصف مستمر والدمار مستمر والهلع مستمر. حكومة حماس أعلنت أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة مع دخوله في منحنى خطير على صعيد الواقع الإنساني، مع تدهور غير محدود في كل تفاصيله الخدماتية والمعيشية بعد التوقف التام لإمدادات الكهرباء والمياه. الصحة أعلنت مقتل 1417 فلسطينيا وإصابة 6268 في الهجمات الإسرائيلية منذ السبت، نصفهم من النساء والأطفال، كما نعت 10 مسعفين. مراسل الحدث أفاد بمقتل 44 شخصا من عائلة شهاب شمال قطاع غزة اليوم. Thank you.
من جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر، ومن أمام مستشفى دار الشفاء في غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أبدأ معك أحمد. أحمد، كيف هي الأوضاع مع استمرار عمليات القصف؟ كيف تصف لنا حالة الجرحى، الإصابات، التعامل معها من قبل المستشفيات؟ نعم زميلتي، التجدد الغارات الإسرائيلية ما زال مستمرا على مناطق متفرقة من القطاع. كان هناك استهداف في خان يونس جنوب القطاع لعائلة العسيلي، استهداف المنزل بشكل مباشر. أيضا سبق هذا الاستهداف استهداف منزلين في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. أسفر هذا الاستهداف عن عشرات الضحايا والإصابات. أيضا هناك استهداف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تم استهداف منزل يعود لعائلة المصري، وأيضا هذا الاستهداف خلف الكثير من الضحايا والإصابات. هذه مجمل الاستهدافات الأخيرة، عدا أيضا عن الاستهدافات وإطلاق القذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في بحر قطاع غزة، استهدفت المنازل وأيضا الساحل البحري لمدينة غزة. وأيضا المدفعية الإسرائيلية قامت باستهداف منازل المواطنين في المناطق الشرقية للقطاع، خاصة في حي الشجاعية وحي التفاح وبيت حنون شمالي القطاع. هذه آخر الاستهدافات. في المقابل كتائب القسام والفصائل الفلسطينية أطلقت يعني رشقة من الصواريخ، وصلت هذه إلى ياد مردخاي أحد المستوطنات المحادية للقطاع، وأيضا هناك رشقات وصلت إلى غربي القدس كما قالت كتائب القسام وأعلنت عن ذلك بشكل رسمي. مجمل الاستهدافات هي لمنازل سكنية، لأبراج، لمساجد، لمقار حكومية هنا في قطاع غزة، للجامعات، أحياء كاملة يعني استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدار 6 أيام وهي عمر الحرب حتى الآن في القطاع. وأيضا استهدفت الكثير من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من القطاع، وهذا القصف كان عبر الجو والبحر وأيضا البر، من خلال الطائرات، من خلال الزوارق الحربية، من خلال أيضا المدفعية المتمركزة على طول الشريط الحدودي الشرقي للقطاع. آخر التطورات فيما يتعلق بالواقع الصحي، هناك تدهور في المنظومة الصحية في قطاع غزة، خاصة وأن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية فيما يتعلق بنقص المستلزمات والمساعدات الطبية، الأجهزة التشخيصية، وأيضا الأجهزة المساعدة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى والخطيرة للإصابات التي تصل تباعا إلى مستشفيات القطاع. هناك نقص في الوقود الذي يشغل المولدات الكهربائية التي تمد مستشفيات القطاع بالكهرباء. نقص الوقود سوف يكون بعد يومين، وبعد ذلك تدخل مستشفيات القطاع، وهذا المشفى الذي نحن فيه وهو أكبر المشافي في قطاع غزة في ظلام دامس، وهذا سوف يجعل المستشفيات مقابر جماعية كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية هنا. الوضع الإنساني أيضا في حال التدهور نتيجة إغلاق المعابر، وإغلاق المعابر أدى إلى عدم دخول السولار، وبالتالي محطة توليد الكهرباء تم إيقاف 3 مولدات بها عن العمل، وبالتالي بسبب نقص الوقود طبعا، وبالتالي هذا التوقف لمحطة توليد الكهرباء أدخل القطاع في انعدام للكهرباء. نعم، سأعود إليك أحمد وأيضا لنتابع بقية الجوانب بما يحدث في غزة. أتحول إلى محمود شكر والحدود اللبنانية الجنوبية. محمود، ما هو الجديد لديك وكيف تصف لنا الأجواء اليوم مقارنة بيوم أمس؟
نعم، ما بين الأمس وما بين اليوم هي حقيقة أساسية على المستوى العسكري، تدلل على مدى التخبط في قضية التحكم والسيطرة عند الجانب الإسرائيلي وتحديدا في منطقة الحدود. وهذا التخبط أيضا ينجر إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تذهب سريعا بالروايات عن اختراقات أو إطلاق لصواريخ كما حصل منذ 3 ساعات في منطقة المطلة، ثم بعد ذلك يأتي الإعلام اللبناني أيضا ليذهب نقلا عن هذه الروايات. هذا ما حصل بالليل أمسا وتحديدا في هذه المنطقة عندما تحدثت كل الوسائل الإعلام عن عملية الدخول وتسلل ل14 طائرة شراعية أو مسيرة أو العمليات كوموندوس، ثم بعد ذلك جاء البيان الحاسم أن لا شيء على طول الحدود، إنما هنالك استنفار أو خطأ تقني. تلك الصورة التي حصلت بالأمس حصلت منذ حوالي الساعتين، ولكن المفارقة إلى أنه أيضا الصفارات الإنذار في الجليل الأعلى وتحديدا في مستوطنة المطلة بدأت على مدى نصف ساعة، ما تبقى من المستوطنين الإسرائيليين دعتهم القيادة في المناطق المتاخمة للحدود بالهروع مباشرة إلى الملاجئ، ثم بعد ذلك تدخل الباتريوت ب3 صواريخ. هذه قواعد الباتريوت التي هي في الجليل الأعلى وتحديدا تبعد 3 كيلومترات عن منطقة الماري، الغجر، المطلي، العديسي، وتقوم بمسح ما يقارب 20 كيلومتر من الفضاء اللبناني، تعمل على الليزر. انطلقت 3 صواريخ انفجرت أيضا فوق المناطق اللبنانية وتناثرت أجزاؤها فوق منطقة سهل الخيام، وهذا الذي أدى بدوره إلى عملية التضارب بالروايات ما بين الإعلام اللبناني الذي نقل سريعا عن الإعلام الإسرائيلي أن الصواريخ تسقط من الأراضي اللبنانية باتجاه المطلة، ليتبين بعد ذلك أن لا أساس إطلاقا من هذه الروايات، وإنما هنالك تخبط في الباتريوت وأيضا تخبط عند الجانب الإسرائيلي من الجهة الإعلامية. ولكن الثابت في هذه الرواية أيضا إلى أنه سقطت قذيفة 155 في بلدة الخيام، وأيضا استهدفت إحدى الأحياء في البلدة. نحن اليوم وعلى طول هذه الحدود ب3 قطاعات من الغربي إلى الأوسط الذي نحن به إلى القطاع الشرقي الذي أيضا غدا سيكون على بعض الوقفات التي دعت إليها حماس عندما دعت إلى جمعة الطوفان وإلى النفير الأعظم، بالإضافة أيضا مع بعض الدعوات التي تقوم بها الأحزاب اللبنانية ودور الفتوى على مستوى لبنان في المساجد. طيلة هذه المناطق التي كنا بها ويخيم عليها الهدوء الحذر التام في ظل غياب كلي للمواطنين تقريبا على طيلة هذا الشريط المتاخم لحدود فلسطين المحتلة، في ظل استنفار يطلق عليه في اللغة العسكرية ليس صفر إنما تحت الصفر لكلا الجانبين، من الجهة اللبنانية حزب الله ومن الجهة الإسرائيلية إسرائيل التي حشدت أكثر من 100,000، ولكن هذا التحشيد من الجهتين هو تحشيد غير مرئي بالمفهوم العسكري. على طيلة هذه المنطقة لا يمكن لك أن تشاهدين مقاتلين للحزب، هم داخل هذه المنطقة وداخل هذه الأودية والجبال، وأيضا الإسرائيلي بدوره هو يقف على خلف الحدود إما وراء المتاريس وأيضا المحصنة، ولكن سلاح المدرعات هو لازال في كثير من هذا في هذه المستوطنات. أما القوة الكبرى للألوية وأيضا ألوية المشاة هي تبتعد عن الحدود، فضلا عن أن سلاح الجو هو الأساسي في هذه المعركة من حيث الرصد من الفضاء، مستعينا أيضا بالطائرات الحربية النفاث الذي لا يغادر المنطقة على طول الحدود، وتحديدا F-15 والF-16، ولكن هذه الليلة قياسا على الليلة التي هي بالأمس هي هادئة نسبية، بدليل هذا اللايف الذي هو
تام هادئ بعكس ما كان عليه بالأمس عندما كان المضيء وراءنا مباشرة. شكرا جزيلا لك محمود على كل لك هذه المعلومات. وأيضا كان معنا من غزة من أمام مستشفى دار الشفاء في غزة مراسل الحدث أحمد حرب، شكرا جزيلا لكما. اعتبرت حماس أن عمليتها ضد إسرائيل نجاحا عسكريا تاريخيا، حيث تعرضت إسرائيل لفشل استراتيجي خطير، مؤكدة أن المعركة مستمرة في كافة المحاور، كاشفة أن آلاف الصواريخ وفرت دعما ناريا لتقدم القوات في العملية. وكشفت إخفاء النوايا والاستعدادات في أكبر عملية خداع للعدو بحسب وصفها. كما شددت الحركة أنها جاهزة إذا قررت إسرائيل الدخول برا، وستتخذ خيارات جديدة تكبدها خسائر فادحة. ونعود مشاهدينا إلى القدس وأيضا إلى عملية إطلاق النار التي أصيب من خلالها عنصري شرطة إسرائيليين، وقتل المنفذ وفقا للمعلومات التي وردت إلى الحدث. إذن هذه هي الصور من موقع هذا الاستهداف وإصابة الشرطيين، والتي بعدها تم القضاء على منفذ هذه العملية. إذن كان هناك في القدس وقبل دقائق فقط من الآن عملية إطلاق رصاص على مقر للشرطة الإسرائيلية في القدس، والتي أصيب من جرائها عنصرين للشرطة، فيما تم القضاء على منفذ العملية. للمزيد ربما من التفاصيل تنضم إلينا من القدس موفدة الحدث نادين خماش. أهلا ومرحبا بك معنا نادين. ما المعلومات المتوفرة لديك نادين حول هذا الاستهداف وإصابة شرطيين ومن ثم مقتل المنفذ؟ وأنت تحدثين رشا، طيران لا يهدأ الشرطة الإسرائيلية، هناك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي لجري لمسح وكشف المنطقة، منطقة مدينة القدس والبلدة القديمة. أيضا سيارات الشرطة تجول في كل مكان، نراها بأم أعيننا في الشوارع المحاذية. نتحدث عن عملية جرت يعني على بعد كيلومترين من حيث نحن. هذه العملية وقعت في أمام باب الزاهرة. باب الزاهرة لمن لا يعرف بجغرافية القدس هو أحد الأبواب والمداخل الرئيسية للبلدة القديمة في القدس، لأن البلدة القديمة هي تحاط بسور القدس، فهو يعتبر أحد الأبواب. لا أدري إن كنتم تسمعون الآن هذا صوت المروحيات وهي تحلق لكي تجري عمليات المسح والاستكشاف لما يجري على الأرض الآن. هناك مخفر للشرطة، هذا المخفر يقع أمام باب الزهرة ويقع عند شارع يسمى شارع صلاح الدين. هذا شارع حيوي جدا، فيه كثير من المحلات والمتاجر للفلسطينيين وللمقدسيين بالتحديد الذين يسكنون مدينة القدس. يتوسط الشارع وباب الزهرة هذا المخفر للشرطة. قام رجل مسلح بالذهاب صوب هذا المخفر، إطلاق الرصاص باتجاه قوات الشرطة، أصاب أكثر من شخص. الحديث عن إصابة شخصين حتى هذه الساعة، أحدهما إصابة خطيرة وبالغة، فيما أيضا أردوه قتيلا، هذه جديد الأنباء، ولكن كان الاشتباك عنيف هذه المرة وفق التصريحات. فورا قامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق مداخل البلدة القديمة في القدس من كل الأبواب وكل المداخل، ومنعت الدخول والخروج لمداخل البلدة القديمة. حالة استنفار قصوى، هذه حالة الاستنفار، ونريد أن نشير بأن هذا تطور لافت. يعني كنا دائما نسمع في مدينة القدس وكنا ننقل عبر شاشات التلفزيون ضرب في الحجارة، عمليات طعن كانت تجري بوسائل بدائية في مدينة القدس والقدس الشرقية بالتحديد. هذه المرة تطور لافت، أن يقوم ويحصل هناك اشتباك مسلح، أن يقوم رجل مسلح بإطلاق النار صوب قوى أمنية شرطية إسرائيلية. كان هذا آخر الاستهداف حتى هذه الساعة. أيضا سيارات الشرطة الآن نسمع بوضوح سيارات الشرطة وحتى سيارات الإسعاف.
هناك أيضا رصدنا قبل حوالي دقائق من الآن من أن نخرج في هذا المباشر الملاحقات ومطاردات لقوات الشرطة تلاحق بعض المركبات. هذا كله يتزامن مع تكثيف لرشقات صاروخية باتجاه مستوطنات وبلدات الجنوب. هذه الساعة هناك أمر رسمي إسرائيلي بإخلاء سديروت بالكامل. هذا أيضا تطور لافت من الجانب الإسرائيلي بإخلاء سديروت بالكامل، لأنه في الأيام الماضية كان هناك مطالبات للمواطنين والمستوطنين بأن يلازموا بيوتهم داخل مستوطنة بحكم في اشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين وبين أيضا الجنود الإسرائيليين، لكن هذه المرة مطالبات بإخلاء هذا المكان بالكامل. تقول التقديرات والتحليلات الإسرائيلية بأن عندما يتم المطالبة بإخلاء بلدة محاذية للقطوع محاذية لحدود مع قطاع غزة وتحديدا سديروت، يعني نتحدث عن أكبر مستوطنة في القطاع داخل يعني على الحدود مع قطاع غزة، بالتالي هذا يبرر بأن العملية البرية قد تكون وشيكة. كانت التحضيرات والترتيبات العسكرية من الجانب الإسرائيلي، هم قالوا بأنهم مستعدون لهذه العملية، فيما كتائب القسام أيضا أعربت عن استعدادها وجاهزيتها الكاملة بأنهم يحضرون مفاجآت للجانب الإسرائيلي في حال قرروا الدخول بريا إلى قطاع غزة. ما زلنا نرصد الآن أيضا سيارات الشرطة، وهي أيضا يعني أصبحت الشوارع شبه خالية، في كل ثانية تمر سيارة شرطة الآن نشاهد في هذه الأحياء، لأنه نحن يعني لسنا بعيدين عن مكان العملية، فقط يعني قرابة كيلومترين فقط، فعندما يحصل أي أمر في داخل القدس بالتأكيد يعني يحصل الاستنفار في كل مكان في القدس. وأيضا ما زالت هناك حالات الاستنفار، أيضا إسرائيل تعلن حالة التأهب في كافة سفاراتها، فيما أيضا نشير بأن هذه العملية تزامنت مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أمام الكنيسة الإسرائيلي، وكان يريد ويطلع الكنيسة الإسرائيلي على إعلان الحرب على غزة، بعد أن قام ببعض التصريحات من داخل الكنيسة الإسرائيلي جرت هذه العملية، بالتالي صرفت كل الأنظار عن خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أمام الكنيسة، وتحولت كل أيضا الشاشات وعدسات الكاميرات إلى ما حصل في القدس الشرقية وتحديدا من باب أمام باب الزهر، أحد الأبواب لمدينة القدس حتى هذه الساعة. نعم رشا. نادين شكرا على كل هذه المعلومات، وتفضلي بالبقاء معنا إذا أمكن، سنعود لنادين. إذا كانت هذه المعلومات من موفدة الحدث، والتي قالت بأن هناك حالة من التأهب الأمني في القدس، الكثير من الطائرات الاستطلاع والرصد للمكان، وأيضا متابعة ربما في ملاحقات أيضا وفقا لموفدتنا، بعد هذه العملية، عملية الاستهداف لمقر للشرطة والذي أصيب من جرائه عنصرين من الشرطة الإسرائيلية، فيما تم القضاء على منفذ هذه العملية. إذن هذه الصور هي من القدس عقب تنفيذ هذه العملية، وحالة واضحة وفقا للصور التي تظهر على الشاشة من التأهب والاستنفار كما تتابعون وإيانا. إذن هذه هي الصور من القدس، وعلى ما يبدو بأن الشوارع خالية إلا من السيارات، ربما الشرطة، سيارة الإسعاف وعناصر من الشرطة والأمن الإسرائيلي بعد وقوع هذه الحادثة، حادثة الاستهداف. كيف الفوضى؟ أنت كيف الفوضى؟ ليش كيف الفوضى؟ ليش كيف الفوضى؟
والآن مشاهدينا يظهر على الشاشة ما يقال بأنه هو السلاح الذي استخدم في هذه العملية، عملية الاستهداف لمقر الشرطة الفلسطينية في القدس، وعلى ما يبدو بأنه سلاح يدوي الصنع وفقا لطبيعة هذه الصورة التي تظهر على الشاشة. نادين، من جديد أعود إليك، إذا ما كان هناك أي معلومات فعليا وفقا لما يظهر على الصورة الآن على الشاشة بأن السلاح الذي استخدم في العملية هو سلاح يدوي الصنع، هل ظهرت أو وضحت الصورة بالنسبة لديك حول هذا الموضوع؟ رشا، هذا ما يتم تداوله حقيقة، يعني نتحدث عن سلاح بدائي الصنع، بندقية يتم تداولها بأنه قام هذا الرجل المسلح باستخدامها للهجوم على مقر ومخفر الشرطة في القدس. حتى هذه الساعة هذه هي المعلومات، وأيضا يتم تداول بعض الأنباء بأن هناك أكثر من شخص، ولكن لم يتم التأكد من هذه المعلومات حتى هذه الساعة، فيما الجهات الأمنية تجري عملية تمشيط بالكامل لشوارع ومداخل القدس، وحتى التركيز على مداخل البلدات القديمة. مثلا على يسارنا الآن، يعني نلاحظ الآن تمر إذن سيارة شرطة كما ترون، إذن أيضا هناك حالة، هذه هي سيارة أيضا شرطة، ما زالت في كل لحظة تمر سيارات الشرطة لكي تلاحق، وأيضا نسمع بوضوح سيارات أيضا الشرطة وسيارات إسعاف تمضي بكثافة وعمليات الملاحقة، ولكن كإجراء قامت أيضا الشرطة الإسرائيلية بإغلاق كافة مداخل البلدة القديمة في القدس، منعت الخروج من وإلى البلدة القديمة في القدس. هذه هي جديد الأخبار. تتزامن هذه الأحداث مع رشقة صاروخية في جنوب إسرائيل باتجاه بير السبع والنقب، نتحدث جغرافيا عن الجنوب والمناطق المحاذية لقطاع غزة. نعم، إذن كما ذكرت نديم بأن المعلومات الأولية وفقا لما يتم تداوله وأيضا ظهر على الشاشة بأن السلاح الذي استخدم في عملية الاستهداف لمخفر للشرطة في القدس فهو بدائي ويدوي الصنع وفقا للمعلومات. أيضا قالت مفادتنا بأنه قد يكون هناك أكثر من شخص شارك في تنفيذ العملية، ولكن لا يوجد حتى الآن معلومات مؤكدة لفعليا تأكيد ما إذا كان هناك شخص آخر أو لا. نادين، نادين، أي بيانات أصدرت من قبل الجانب الإسرائيلي، أي تعليمات بعد حدوث هذه العملية؟ رشا، أنا لا أسمعك بوضوح، ولكن على ما يبدو فهمت ما سألتي. بالنسبة للمواطنين، لحظة سماع إطلاق الرصاص وكنا أيضا نتابع، سمعت كل الناس من حولي وهم يخاطبون أقربائهم وأهاليهم بالتوجه فورا إلى البيوت والتزام بيوتهم ومنازلهم. أما بالنسبة للتعليمات من الجانب الإسرائيلي، هي هذه التعليمات تطال البلدة القديمة بالتحديد في القدس، ولأنه بطبيعة الحال هذا الهجوم جرى من أمام إحدى بوابات البلدة القديمة، ونتحدث عن سور القدس الذي تتوسط البلدة القديمة، وهناك أيضا المسجد الأقصى الذي دائما يكون عنوانا للاشتباكات وأيضا لانتهاكات من الجانب الإسرائيلي خصوصا في يوم الجمعة، وهناك أيضا في الأساس توتر وقلق من يوم غد، يوم الجمعة سبق هذه العملية، لأن المصلين إذا أرادوا الدخول إلى والصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة هم سيدخلون عبر البوابات، ومنها بوابة باب الزاهرة حيث حصلت العملية اليوم إذا ما تحدثنا. وستستمر هذه الإغلاقات إلى يوم غد نديه.
حتى هذه الساعة لا وجود لمعلومات فيما يتعلق بالإغلاقات، ولكن يمكن القول بأن الإغلاقات هي شبه يومية فيما يتعلق منع لدخول المصلين والمواطنين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه. يعني هذه هي إغلاقات كأنها مسلسل شبه يومي لمنع والتضييق على المصلين، ولكن بعد أن تطورت الأحداث اليوم قد يكون هناك تشديد وتكثيف أكثر فيما يتعلق بالدخول إلى والصلاة في المسجد الأقصى يوم أمس. من القدس كنت معنا موفدة الحدث نادين خماس، شكرا جزيلا لك نادين على كل هذه المعلومات. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تستعد للأسوأ إذا اجتاحت إسرائيل غزة، وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، قال إن قطاع غزة المحاصر لا يزال لديه بعض الوقود لتشغيل مولدات بما يشمل تلك الموجودة في المستشفيات، لكنه قد ينفذ خلال ساعات قليلة، وحذر من خروج الوضع الإنساني في غزة عن السيطرة بسرعة، وقال إنه من الضروري السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية الموجودة داخل القطاع، مشيرا إلى أن الإمدادات المتناقصة بشدة داخل القطاع لا يمكنها تلبية احتياجات المدنيين لفترة طويلة. الصورة للأسف هي غير إيجابية بالمرة، يعني الوضع الإنساني في غزة هو شبه كارثي، قطاع الصحة هو على وشك الانهيار التام، وذلك لتناقص الموارد وكذلك تناقص الكهرباء والتزود بالكهرباء. بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نحن نحاول أقصى مجهودنا لتقديم الدعم للهلال الأحمر الفلسطيني ولوزارة الصحة والسلطات الصحية داخل غزة عبر تقديم مساعدات إضافية تتمثل في معدات طبية، أسرة، أغطية، وكذلك الوقود لتشغيل المولدات. قال أشرف القدرة أن المنظومة الصحية في غزة بدأت فعليا بالانهيار، كاشفا عن مسح عائلات بأكملها من السجل المدني في غزة بسبب القصف. كما قال هناك مئات الجرحى والمصابين وضعوا في الممرات في كافة مستشفيات القطاع، وأمام هذه المعطيات الخطيرة نؤكد أمام هذا الصمت المطبق من العالم الذي لا يرى إلا بعين الإسرائيلي فقط ويتنكر لهذه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء وبمئات الحالات والعائلات الذين فقدوا أطفالهم ونسائهم وعشرات العائلات التي مسحت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني، نقولها اليوم بأن المنظومة الصحية بدأت فعليا بالانهيار. خليك على الكشاف يا شباب، ديروا بالكم حاجه، ايدها خليك تقلقيش، خلي نفسك قوي بس، هاي الشباب شغالين يا حجه، توكل على الله. قاعد حجه، خليك على الكشاف يا شباب، ديروا بالكم حاجه، ايدها خليك تقلقيش، خلي نفسك قوي بس، هاي الشباب شغالين يا حجه. ينضم إلينا من غزة المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا، أهلا ومرحبا بك معنا سيد مهنا. بداية، كيف تصف لنا الأوضاع الآن؟ إلى ماذا وصلت وما هي عليه؟ للأسف هي تصل إلى ما لا نهاية في طريق الانحدار المستمر، هذا أبسط ما يمكن قوله في هذه اللحظات العصيبة. دعيني أبدأ حديثي بأن أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الأبطال الذين يواصلون الليل بالنهار منقطعين عن أسرهم الذين هم أصلا تحت الضرب والقصف، والذين لم يستطيعوا أن يأخذوا راحة بعد 6 أيام من العمل المضني في إنقاذ الأرواح. المنظومة الطبية في قطاع غزة نعم بدأت فعلا في الانهيار. في اليوم الثاني توجهنا للقاء الفرق الطبية في مجمع الشفاء الطبي لرؤية الوضع عن كثب، ولأيضا بحث
كيف يمكن أن ندعمهم بأسرع وقت ممكن وبأفضل صورة ممكنة. شاهدنا العديد من الإصابات تبدأ من الأطفال حديثي الولادة إلى كبار السن بمختلف الأعمار والخلفيات. وجهنا في اليوم الثاني من هذا التصعيد شحنة طبية تحتوي على مستلزمات طبية وغير طبية لمساندتهم في الاستجابة لهذه الأزمة. اليوم أيضا وجهنا شحنة طبية أخرى لوزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وهنا أود أن أسجل أيضا موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقتل 4 من ضباط إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس. هذه الفرق الإنسانية التي تضحي بأرواحها في سبيل إنقاذ أرواح أخرى تحت القصف. كما ذكر الدكتور أشرف القدرة، الآن الجرحى يفترشون أروقة مجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات التي لا زالت تعمل حتى الآن. العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خرجت عن الخدمة نظرا لعدم توفر الموارد أو الطاقة لتشغيلها. الضغط يزداد ساعة بعد ساعة، نشهد آلاف يعني معدل أكثر من 1000 إصابة يوميا يتم توجيهها إلى المستشفيات بعد صعوبة بالغة في الوصول إليها من أماكن الاستهداف عبر يعني الفرق الطبية. قدمنا أيضا لفرق الدفاع المدني الفلسطيني كميات محدودة من الوقود والأدوات السلامة الشخصية لتعزيز عملهم في الميدان في البحث عن المفقودين تحت الركام. هنا أذكر بأن هناك عائلات بأكملها لا تزال تحت الركام. أيضاً هذا الجانب سيد مهنا، كان هناك تخوفات من موضوع من هم تحت الأنقاض ولا يتم انتشالهم ولا سبيل ربما لانتشالهم على مدى الأيام القادمة، ومخاوف من أمراض وأوبئة. كيف يتم التعامل مع هذا الجانب؟ ما الاحتياطات التي من الممكن أن تتخذ للحد من تأثير هذه الزاوية؟ ما يمكن فعله أو بمعنى أصح ما يجب فعله وبشكل فوري هو السماح للفرق الطبية بانتشال هذه الضحايا، والسماح أيضا لأسرهم بدفنهم، ويعني الشعور بالحزن عليهم هذا غير ممكن حتى الآن. الغارات مستمرة لم تتوقف، هناك أكثر من ثلث التعداد السكاني لقطاع غزة الآن أصبح في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين التي قد تضرر بعضها أيضا من القصف أو إذا ما لم يتم استهدافه بشكل مباشر. قبل أيام قليلة تعرض أيضا مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبرار جسيم نظرا لتواجده في أحد الأحياء التي تم قصفها بشدة، وهنا بشدة يعني أود أن أنوه بأنها شدة غير مسبوقة يعني من النزاعات السابقة. رأيت بأم عيني يعني المباني التي تم مسحها بالكامل، وشاهدت أيضا أناسا أعرفهم انتشلوا من تحت الأنقاض أمام عيني. لذلك عندما أقول أن ما نشاهده في غزة غير مسبوق، هو بالفعل غير مسبوق إذا أخذنا بعين الاعتبار الأيام الستة التي مضت كمدة يعني على النزاع. ولكن أخذا بعين الاعتبار كل ما ذكرت، لازلنا نعمل نحن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع شركائنا في قطاع غزة بهدف تعزيز صمودهم واستمرار خدماتهم المنقذة للحياة. بالرغم من انعدام التيار الكهربائي، انعدام دخول المواد الغذائية التي أيضا هي من شأنها أن تنقذ حيوات الأشخاص المدنيين، كذلك يعني نحن على اتصال دائم مع طرفي النزاع في محاولة السيطرة على نزيف شلال الدم هذا. تتواصلون أيضا مع الجانب الإسرائيلي سيد مهنا؟ نعم، هذا يعني ضمن إطار حوار. وهل ربما من نوايا تحديدا بما يخص موضوع الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية، هل من الممكن أن يكون هناك أي بادرة تقبل من قبل إسرائيل؟ يعني نحن لا ندخر جهدا في سبيل تحقيق هذا الأمر، وأود أن أنوه هنا إلى نقطة شديدة الأهمية، أن السماح بممر إنساني لإدخال المواد الغذائية والدواء والوقود لا يسقط التزام أطراف النزاع تجاه القانون الدولي الإنساني.
لأنه ببساطة شديدة إذا تم احترام هذه المبادئ الدولية لما شاهدنا هذا الكم من استهداف المدنيين والمئات من الأطفال والنساء والفرق الطبية وأيضا الصحفيين والفرق الإغاثية قد إما قد يعني قتلوا أو أصيبوا. عجلة الإنسانية هنا توقفت في غزة. والسبيل الوحيد لإعادة تدويرها هو السماح للإغاثة أن تصل داخل غزة. محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي هي يعني غير كافية لتوفير ما يحتاجه القطاع متوقفة منذ الأمس لنفاذ الوقود اللازم لتشغيلها. جميع الخطوط المغذية للكهرباء لهذا القطاع تم قطعها من الجانب الإسرائيلي في الساعات الأولى، كذلك انبتات المياه. أزمة الكهرباء تتخطى أيضا أو يتخطى أثرها القطاع الصحي ليصل ويطال قطاع المياه والصرف الصحي أيضا. هناك العديد من المضخات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي متوقفة منذ أيام، والمتبقية سوف تتوقف أيضا عن العمل نتيجة لشحن الموارد اللازمة لتشغيلها. هذا سوف يؤدي بالطبع إلى كارثة، تداعيات كارثية فعليا عن الجثث. نعم، بالإضافة إلى الجثث المتكدسة في المستشفيات وأيضا في تحت الأنقاض. نعم. الفرق الطبية تواصل أيضا الليل بالنهار، وانهيارها لا يشكل فقط خطرا يعني أو متسببا بسبب نفاذ المستلزمات الطبية اللازمة، ولكن لأن الفرق الطبية انهكت يعني لم يعد في وسعها الاستمرار بهذه المسيرة. نعم. لذلك الحاجة إلى راحة للجميع مطلوبة لإنقاذ حياة ما يمكن أن ينقذ يعني ولم يتم خسارته بعد. يعني أنا أتحدث عن بعض العائلات التي اضطرت إلى الهروب بدون ممرات آمنة أكثر من مرتين وثلاث مرات في خلال يوم واحد. نعم، شكرا جزيلا لك. لا يوجد هناك أي مكان للأمل، وهناك أزمة أمل أصبح في غزة. من غزة كنت معنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام هنا، شكرا جزيلا لك. أكد الاتحاد الأوروبي حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفق مقتضيات القانون الدولي، وقال المتحدث الرسمي بيتر ستانو في رده على أسئلة الحدث، قال إن ما نشاهده من دمار منذ يوم السبت هو نتيجة مباشرة لاعتداءات حماس على إسرائيل حيث تواصل استهدافها بالمقذوفات. ما نشاهده في غزة نتيجة مباشرة لما بدأته حماس يوم السبت الماضي، هذا فيما يتعلق بالصور. أما الشق الثاني من السؤال فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح للغاية، حيث دعا إلى وقف العنف خاصة من جانب حماس، حيث لا تزال تطلق المقذوفات إلى اليوم، مما لا شك فيه أن دعوات وقف العدوان وتخفيف حدة العنف ووقفه وردت في موقف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وكذلك في البيان المشترك مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي. ومن المهم ألا نغفل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويتوجب عليها أن تتولى ذلك وفق مقتضيات القانون الدولي. صادق البرلمان الإسرائيلي على حكومة الطوارئ طوال مدة الحرب، هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ألقى على قطاع غزة 6000 قنبلة بوزن إجمالي يصل إلى 4000 طن. وأفاد المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي أن الجيش استهدف حتى الآن أكثر من 3,600 هدف فلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مستخدما 6,000 قنبلة بوزن إجمالي يصل إلى 4,000 طن، مؤكدا أن قصفه اشتمل على مرافق قيادة وتحكم فضلا عن ضرب البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية وورش إنتاج الذخيرة ومرافق الاستطلاع والمدفعية. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أن
يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو صاحب قرار الهجوم، مشيرا إلى أنه وكل القادة التابعين له أهدافا لإسرائيل. وأقر هاليبي بأن الجيش الإسرائيلي لم يرق للمستوى المطلوب للدفاع عن إسرائيل يوم السبت، وأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر. يحيى السنوار حاكم قطاع غزة هو من قرر هذا الهجوم الشنيع، وبالتالي فهو والنظام بأكمله الذي تحته هالك. سنهاجمهم وسنفككهم ونفكك نظامهم. إن الجيش الإسرائيلي تحت قيادتي يدرك حجم المهمة الملقاة على عاتقه. الجيش الإسرائيلي مسؤول عن أمن البلاد ومواطنيها، وفي صباح يوم السبت في قطاع غزة لم نرق إلى ذلك المستوى. سوف نتعلم وسوف نحقق، ولكن الآن هو وقت الحرب. في هذه الأوقات الصعبة أريدكم أن تعلموا أن الجيش الإسرائيلي موجود هنا بكل قواته وقدراته. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي إلي نيسان. أهلا بك معنا سيد إلي. الكنيسة توافق على تشكيل حكومة الطوارئ، حكومة الطوارئ بما يخص هذه العمليات في غزة. هل من معلومات لديك حول التشكيلة النهائية لهذه الحكومة سيد إلي، والمهام فعليا المنحصرة في هذه الحكومة؟ نعم، بس إذا سمحت أنا أريد أن أعقب على ما قاله العامل في صليب الأحمر من معاناة السكان في قطاع غزة. وزارة الخارجية في نهاية المطاف سمحت بنشر أشرطة ووثائق على ما حدث في بعض في التجمعات السكنية والكبوتات، ومن هذه الوثائق تم الكشف على اغتصاب نساء ومزع بطن النساء وقطع الرؤوس لأطفال وحرق عائلات كاملة في منازلهم. هذا يعني هذه المعلومات تصدر من خلالك سيد إلي، ولا يوجد أي شيء موثق؟ لا، ليس من خلالي. ليس لا يوجد خلالي. حتى الآن أي شيء موثق؟ وكالات الأنباء الدولية سيدي اسمعني أنت، لا يوجد أي شيء. دائما نحن هنا الآن في صدد استضافتك سيد إلي للتحقق منك من جوانب معينة ومعلومات معينة كونك محلل سياسي. لا، ولكن أنت دائما تأخذ الحوار إلى نقطة معينة أنت تريد الحديث عنها. أنت أعطيت الفرصة للممثل لصليب الأحمر ليتحدث على طول. أنا سألته عن جوانب معينة سيد إلي وأجابني عن جوانب معينة. أنا أقطع البث. اقطع البث إذا لا تريد الإجابة. أنت تجيب على ما تريد وليس تجيب على ما نريد أن نفهم منك. أنت تأخذ الحوار دائما إلى مكان أنت تريد أن تأخذه إليه، لا تجيب على المحور الذي نسأل عنه. خليني فرصة لأرد على كلامك. رد على كلامي. نعم، الآن قررت الحكومة أو الكنيسة اليوم بأن هناك حالة حرب. حالة حرب بمعنى أن هناك أولاً سيكون إجلاء أكثر من 40,000 من سكان مدينة ديروت، وهذا يدل على نقطتين. النقطة الأولى بسبب مواصلة إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على مدينة ديروت، وثانيا هذا يدل على التخطيطات الموجودة لدى جيش الدفاع قريبا أو لاحقا باجتياح قطاع غزة. ما قاله رئيس الوزراء اليوم أن المشاهد التي شاهدها لم يشهدها إلا بأفعال التي قامت بها داعش، بمعنى وصف حماس بأنه ليس فقط حماس وإنه هو داعش. ولذلك كما قال رئيس أركان الجيش اليوم بأن سنوار يحيى سنوار وكل من يرافقه آخرهم هو الفناء، ولذلك لا يبقى مفر أمام دولة إسرائيل بعد المشاهد التي نشرت اليوم إلا إلقاء كما قال رئيس سلاح الجو. نحن نعلم من كل اللي قام باغتصاب النساء وقطع الرؤساء، نحن سلاح الجو سنصل إليهم واحد واحد. اليوم بعد التحقيق مع اللي استسلموا من النخبة
تبين أن هناك المعلومات الكثيرة لدى سلاح الجو ولدى الأدرع العسكرية من أنفاق، من النخبة، من ما يحيط يحيى سنوار، وكل هذه المعلومات وصلت إلى سلاح الجو، وسلاح الجو يعرف تماماً أين هي الأنفاق وأين يختبي يحيى سنوار وما ما ما هي مقرات النخبة. ولذلك نرى من الليلة الماضية وحتى اليوم استهدافات كاملة لكل ما يخص بحركة حماس وحركة ومن خطط. ويبدو الاستهدافات سيد إيلي يعني ربما تشمل كل قطاع غزة وكل المدنيين في غزة، لأن الأعداد هائلة من المدنيين والأطفال وهم ليسوا قياديين في حماس. من القدس كنت معنا المحلل السياسي إيلي نيسان، مع السلامة. أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، محذرا من كونها ممارسات غير أخلاقية وتخالف تعاليم الدين والقانون الدولي. وأضاف عباس أن الرئاسة الفلسطينية تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية، مؤكدا أن العمل السياسي هو الطريق لتحقيق أهداف السلطة الوطنية. بدوره حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتيه من نتائج كارثية لأي اجتياح بري للقوات الإسرائيلية في غزة. إن الأولوية الأولى بالنسبة لنا الآن هي وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة. إن أي اجتياح بري سيكون له نتائج كارثية وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا هناك. مطلوب من العالم الآن لجم العدوان. إن مئات الأطفال والنساء والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم. إن وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر جماعية والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي. أكد مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان أنه يقود جهودا دبلوماسية كبيرة للضغط على إسرائيل من أجل احترام قواعد القانون الدولي ووقف قتل المدنيين وفتح ممرات إنسانية لأهالي قطاع غزة. وأضاف أنه سيلتقي رئيس اتحاد البرلمان الدولي بهدف الضغط لإطلاق حملة دولية عنوانها وقف القتل والإجرام وفتح الممرات الإنسانية. وشدد مندوب فلسطين على أنه لا يجوز للعالم أن يكيل بمكيالين. ينضم إلينا من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور مصطفى. بداية، التصريحات التي صدرت اليوم من الرئيس عباس، كيف تقرأها وكيف من المتوقع أن يكون لقاء السيد عباس مع وزير الخارجية الأمريكي؟ الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط منذ 7 أيام لدفعها لإصدار تصريحات كالتي صدرت. وطبعا نحن من حيث المبدأ لا نقبل بالمساواة بين الطرفين على الإطلاق، لأنه لا يمكن المساواة بين المحتل والذي تحت الاحتلال، ولا يمكن المساواة بين من قاموا بتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني عام 48 ويحضروا الآن لعملية تطهير عرقي أخرى في قطاع غزة بطرد 2,300,000 فلسطيني مقيمين هناك إلى مصر. هذه المساواة لا يمكن أن تكون مقبولة. وجوهر الأمر الآن، يعني أنا سمعت بعض التعليقات الإسرائيلية، والغريب في الأمر أنه لا تخجل إسرائيل على الإطلاق من الجرائم التي ترتكبها. والآن بعد أن حصلت على تأييد أمريكي مطلق وأوروبي مطلق، لا تتورع عن ذكر أشياء من طراز أنها ألقت 6,000 قنبلة و4,000 طن كما ذكرتم، ولا تتورع عن القول أنها تقتل قيادات حماس. يعني هل كما ذكرتم أنتم أيضا، هل 400 طفل فلسطيني الذين اغتالوهم بشكل إجرامي ووحشي هم قادة في حركة حماس الذي يجري 3 عمليات خطيرة؟ آسف، العملية الأولى نزع إنسانية الفلسطينيين، وهذا أمر للأسف الشديد تتشارك فيه إسرائيل
مع قيادات دول غربية ومع رئيس الولايات المتحدة ووزير خارجيتها وقيادتها. الأمر الثاني، هناك حصار مطبق على قطاع غزة غير إنساني إجرامي، سيؤدي إلى قتل أطفال كثيرين لا يتلقوا العلاج في حضانات الأطفال، سيؤدي إلى قتل كثيرين من المرضى المحتاجين لغسل الكلى، سيؤدي إلى انتشار الأوبئة في قطاع غزة. الأمر الثالث، هناك قصف همجي راح ضحيته كل هؤلاء الأطفال وكل هؤلاء المدنيين، والقصف مستمر على مدار الساعة. وعندما وقف وزير الجيش الإسرائيلي وقال أن الفلسطينيين وصفهم بأنهم حيوانات بشرية، هذا كان تشريع لارتكاب جرائم حرب، ولم يتورع الجيش الإسرائيلي عن أن يقول أنه لن يقوم بإنذار الفلسطينيين بعد اليوم، بل سيقوم بالقصف مباشرة حتى دون إنذار. هذه حكومة تتبنى وتعلن أنها ترتكب جرائم حرب. وأخطر العمليات، العملية الرابعة، هي ما يخططون له من إجبار الفلسطينيين على الرحيل من قطاع غزة. أنا أريد أن أشدد، هذا خطر حقيقي، تطهير عرقي كامل لمليونين وثلاثمائة ألف نسمة، دفعهم إلى مصر. قال ذلك نتنياهو، قال على كل فلسطيني في غزة أن يرحل عن بيته. إلى أين؟ إلى البحر؟ ثم قال الناطق العسكري الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي على كل مواطن في غزة أن يرحل من بيته إلى مصر. أنا أشكر القيادة المصرية أنها ترفض هذا الأمر، نعم، وتتصدى له وترفض أن تتحول مصر، أن تتحول مشكلة غزة إلى مشكلة في مصر. ولكن الآن مطلوب موقف عربي أشد وأقوى، وموقف رسمي من السلطة الفلسطينية أشد وأقوى، وموقف أيضا دولي من يحترمون حقوق الإنسان أشد وأقوى، لردع ومنع عملية ترحيل جماعية وتطهير عرقي لقطاع غزة بكامله. هذا أخطر ما يمكن أن يحدث، هذه ستكون نكبة ثانية في حياة الشعب الفلسطيني. نعم دكتور مصطفى، اليوم وقبل ربما دقائق كان هناك موافقة، يعني الكنيسة توافق على تشكيل حكومة الطوارئ التي تعنى بعمليات في غزة. ما المتوقع اليوم بعد تشكيل هذه الحكومة؟ هل سيتغير أي شيء؟ هل سيكون هناك معطيات جديدة، خاصة في ظل الحديث والتوجه الجميع لمقررات الشرعية الدولية، المبادرات العربية لإحلال السلام، حل الدولتين؟ هل من الممكن أن يغير هذا التشكيل أو التشكيلة الجديدة لحكومة الطوارئ كما يقولون شيئا في المعادلة على الصعيد السياسي؟ لا، التغيير الوحيد أنه هؤلاء الذين كانوا يسمون أنفسهم معارضة في إسرائيل جاءوا ليتبعوا خطى نتنياهو وليعطوه الدعم الكامل وليقفوا معه في المجازر التي يرتكبها الآن في قطاع غزة، وليقدموا له الحماية من حقيقة أنه كل لجان، أي لجنة تحقيق ستتشكل الآن في إسرائيل، ستوصي بأنه يجب أن يذهب من السلطة، وهو مستعد أن يقتل حتى الأسرى الإسرائيليين الآن في قطاع غزة ولا يرحل عن السلطة، لأنه يعرف أنه مصيره السجن. عليه أربع قضايا فساد، بمجرد أن يتوقف عن أن يكون رئيس حكومة سيذهب مباشرة إلى محاكم وإلى السجن. ولذلك هو الآن يتغطى بهذه المعارضة الإسرائيلية التي هي ليست معارضة في الواقع. هذا يثبت ما قلناه مرارا وتكرارا وأيضا على شاشتكم، أنه لا أمل في حل وسط مع الحركة الصهيونية، ويثبت مرة أخرى ما قلناه مرارا وتكرارا، لا يوجد معارضة سياسية حقيقية للسياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني. هم يعارضون في قضايا تتعلق بالقضاء عندهم على قضاياهم، ولكن نفس هذه المعارضة صوتت إلى جانب القانون الإسرائيلي الذي يقول أن حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية كلها هو لليهود فقط. الخطير في الأمر أن هذه الحكومة الآن الموسعة تتبنى ما قاله نتنياهو في خطابه في الأمم المتحدة، وهذا والسؤال هنا لجميع العالم والأمم المتحدة التي يفترض أن تكون حامية القانون الدولي. رفع نتنياهو خارطة في الأمم المتحدة لإسرائيل تضم كل الضفة الغربية وكل الجولان المحتل وكل قطاع غزة. إذن الخطة الحقيقية الإسرائيلية نحن نراها هي طرد الفلسطينيين من غزة وضم قطاع غزة لإسرائيل، ومن ثم العمل على طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هاي حكومة فاشية، انضمام غانتس لها لا يجعلها أقل فاشية، بل يجره هو أيضا
إلى ممارسات خطيرة ستدخل في التاريخ باعتبارها أسوأ جرائم حرب ربما في القرن 21. نعم. طيب بما يخص لقاء السيد عباس مع وزير الخارجية الأمريكي، هل من الممكن أن يغير شيء في المشهد في ظل الدعم الأمريكي ربما والزخم الذي ظهر من الجانب الأمريكي في هذه العمليات وفي هذا التصعيد الأخير؟ أنا أستبعد ذلك تماما. بلينكن منحاز بشكل مطلق لإسرائيل، يتصرف كأنه أصلا مواطن إسرائيلي ويتبنى الرؤية الكاملة لنتنياهو، وبايدن قام بالأمر نفسه. وهذه ليست تصرفات ناس يجب أن يكونوا في حكومة، في مسؤولين في دولة كبرى كالولايات المتحدة. يعني عندما يتبنوا الرواية الكاملة لمخادع كذاب مثل نتنياهو، أنا لا أقلل من خطورة قتل المدنيين، هذا شيء مفهوم، ولكن أن يصل الأمر بهم إلى تبني الأكاذيب والروايات الكاذبة والفيديوهات المزورة ثم يدعون أنهم يناصروا القانون الدولي، هذا كلام غريب. وأنا برأيي لازم بلينكن والولايات المتحدة والرئيس الأمريكي بايدن أن يلوموا أنفسهم اليوم على كل نفس أزهقت أيا كانت قوميتها، لأنهم هم المسؤول أنه على مدار مسؤولين على مدار 3 سنين كل ما كانوا يسألوا عن الاحتلال وعن الوضع المتأزم وعن إغلاق إسرائيل لأي فرصة للسلام كانوا يقولوا الوقت غير مناسب لحل، الوقت غير مناسب، لأنه لا يريدوا أن يضغطوا على إسرائيل. هم مسؤولون عن أن في إسرائيل الآن مستوطنين مستعمرين فاشيين يحكمون، مسؤولين عن أنه سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي قال على رؤوس الأشهاد أنه سيملأ الضفة الغربية بالمستوطنات حتى يفقد الأمل الفلسطينيون في أي دولة لهم، وقال لا يبقى أمام الفلسطينيين إلا واحد من 3 خيارات، إما الرحيل أو الخضوع الكامل لإسرائيل أو الموت. اليوم في الواقع نتنياهو يمشي على خطى هذا الفاشي سموتريتش، وغانتس انضم إلى نفس المسيرة. إذا سألنا أو قد يسأل البعض، ما الذي بيد السلطة الفلسطينية اليوم للقيام به في ظل ربما هذا التوجه الدولي أو الغربي إذا صح التعبير والمساندة الكاملة لإسرائيل؟ هل من مسارات من الممكن أن تسلك لتغيير شيء على الأرض للتخفيف من حدة وطأة ما يحدث في غزة؟ نعم، أن يوحدوا الفلسطينيين، طالما أن الإسرائيليين يتوحدون الآن في الهجوم علينا وفي هذه المجازر في قطاع غزة، الآن واجب السلطة الفلسطينية أن تبادر إلى دعوة فورية للأمناء العامين جميعا وإلى وحدة وطنية وإلى تشكيل قيادة وطنية موحدة. اليوم السلطة الفلسطينية تهان كل يوم وكل دقيقة من قبل إسرائيل. السلطة الفلسطينية تعرضت للتهميش والإضعاف من قبل إسرائيل. إسرائيل تستهدف الجميع وليس فقط حركة حماس، وتريد أن تقسمنا وتقطع أوصالنا حتى تستفرد بنا الواحد تلو الآخر. اليوم الشيء الرئيسي الذي يجب أن يقوم به في السلطة الفلسطينية هو الاندفاع نحو الوحدة الوطنية الفلسطينية. قبل قليل أنا كنت في مؤتمر ولقاء شعبي كان يطالب بأن يلتقي كل القادة الفلسطينيين الآن ويتوحدوا على نهج موحد لحماية أهلنا وشعبنا في غزة، لحمايتنا من المجازر القادمة، لحمايتنا من التطهير العرقي القادم. وطبعا يجب أن يكون هناك توجه للعالم، لا يجب الرضوخ لعملية نزع إنسانيتنا، نزع إنسانية الفلسطينيين واستباحتهم بالطريقة التي تجري الآن، استباحة إسرائيلية واستباحة أوروبية واستباحة أمريكية، شيء غريب، ومشاركة في العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين. كل من يخرج ويقول أنا سأقطع المساعدات عن الفلسطينيين هو عمليا يشارك إسرائيل في العقوبات الجماعية ضد شعب بأكمله، وهذا ما يجب التصدي له. من رام الله كنت معنا الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. ونتابع العاجل الذي يرد على الشاشة، وهو قبل قليل ورد عن موضوع بعض ربما التوترات في جنوب لبنان الحدود الشمالية لإسرائيل. نتابع بعض ربما هذه الصور، وفي رد أيضا على الغارات الإسرائيلية العنيفة، كان هناك استهداف اليوم وخلال الأيام الماضية لقطاع غزة. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت بلدة أسدود شمال شرق غزة برشقات صاروخية.
فيما أفادت حركة الجهاد بإطلاق 130 صاروخا صوب القدس وأسدود وبئر السبع وعسقلان وانتيفوت وسديروت في غلاف غزة. أتى ذلك فيما تصاعد القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المكتظ بالسكان والغارق في حصار شامل. للمزيد ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا ومرحبا بك معنا زياد. معلومات أن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق الحدود اللبنانية، هذا الخبر العاجل يرد الآن، هل من معلومات متوفرة لديك حول ذلك بداية زياد؟ هذا طبعا عقب انطلاق صفارات الانذار في كريات شمونة وفي مستوطنات الجليل طبعا المتاخمة للحدود مع لبنان، لكن اتضح بأن الانذار كان كاذبا كما يقال، بمعنى لم يكن أي إطلاق صواريخ من لبنان، ولكن مع ذلك الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إنارة في الوقت ذاته، ربما هو من فعل أساسا الانذار لهذا السبب. هذا يأتي بعد عمليا إطلاق صفارات الإنذار اليوم مرتين على جبهة لبنان تحديدا. عمليا كان هناك حديث عن اعتراض لقذيفة فوق إحدى المستوطنات شار يشوف في منطقة الجليل، ولكن عمليا الجيش الإسرائيلي لم يرد. هناك نوع من دعينا نقول البلبلة فيما يحدث على جبهة لبنان لجهة الإنذارات التي ترد من هناك، ولجهة التفاصيل التي لا يريدها تقريبا الجيش الإسرائيلي بعد ذلك، لكن هناك حال تأهب الآن قائمة في تلك الجبهة بدون. كيف تقرأ زياد هذه الإنذارات الكاذبة والمعلومات ربما غير واضحة التي يأتي بعد ربما يوم أو أقل حتى نفيها أو تكذيبها من قبل الجانب الإسرائيلي، ما مرد ذلك؟ مرد ذلك قد يكون لأن منظومات الإنذار المختلفة الموجودة في الجبهة الشمالية والمناطق المختلفة هي ذات حساسية أعلى هذه الأيام، يمكن برمجتها على هذا النحو، ولهذا هي تقرأ أحيانا أي شيء على أنه تهديد وتفعل الإنذار. هذا قد يكون في التفسيرات التي يتحدث عنها الإسرائيليون بسبب ما يجري، لكن بدون أن نشك بأن الحرب الحقيقية الآن ليست على هذه الجبهة، هذه جبهة متوترة لكنها الآن ليست الجبهة الأساسية، فقط ما يحدث في قطاع غزة، إطلاق صواريخ على غلاف قطاع غزة قبل قليل بعد استهداف كبير أيضا لمنطقة النقب. نعم، ابقى معنا زياد لننقل الصورة من جنوب لبنان. ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. محمود، كيف تصف لنا الأوضاع الآن؟ ما الذي يحدث؟ أستكمل ما بدأه زياد من القطاع الشرقي، حيث تحدث عن القنابل المضيئة فوق المطلة، وهذا ما حصل منذ حوالي 20 دقيقة بالضبط، حيث أيضا فعلت الإنذارات في المستوطنة المطلة، ولكن نحن في منطقة القطاع الأوسط الموازي للقطاع الشرقي، والتي كانت هذه الصور المباشرة منذ حوالي 5 دقائق بقنابل مضيئة. خرجت أول قنبلة ثم الثانية ثم الثالثة، بالتقدير العسكري في المفهوم للميداني على الأرض، عندما تشعر هذه المواقع التي هي وراءنا مباشرة بأي حركة أو توجس من داخل الجبهة وتحديدا في الأراضي اللبنانية، تقوم المراكز المدفعية وتحديدا الهاون بعملية إطلاق القنابل التي تطول هذه الحدود، وخاصة إذا ما قارنا الذي يجري الآن بالذي جرى في اليومين الماضيين أو الأيام الثلاثة من أول عملية قام بها سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، ثم العملية الثانية التي قام بها حزب الله، وتحديدا أن العملية الأولى والثانية هي وقعت في بقعة جغرافية واحدة تعرف بمنطقة الظهيرة من الجانب اللبناني. لذلك أيضا جاءت القنابل المضيئة الآن ومنذ 5 دقائق في تلك المنطقة. هل ما زلت تشاهد هذه القنابل محمود أم أنها اختفت من السماء؟ اختفت
حاولنا منذ 6 أو 7 دقائق أن نعطي صور مباشرة على الهواء لهذه القنابل، ولكن القنبلة هي لها مدة ما بين 3 إلى 4 دقائق. ليل أمس اختلفت الصورة لأن الاشتباكات كانت على أشدها أو الوتيرة الحامية كانت ظهرا غير هذا اليوم، لذلك كانت القنابل أكثر بذلك من كثير، فضلا عن أن الروايات المتضاربة بالمفهوم بالتحكم والسيطرة وبسرعة أيضا الذي يحصل وتحديدا في قواعد الصواريخ الباتريوت أو أيضا سلاح الجو، ما حصل بالأمس وما حصل منذ حوالي الساعة عندما قامت الصواريخ الباتريوت بقاعدة في منطقة الجليل بإطلاق 3 صواريخ تحسبا لأي عمل قادم من الأراضي اللبنانية، ليتبين بعد ذلك أن أيضا كانت هذه التقديرات العسكرية هي خاطئة. المشكلة في السؤال الذي يطرح الآن، هل أن هذا الباتريوت هو يعطى الأوامر تلقائيا من داخله أو أن هنالك أياد لقيادات هي التي تقوم بعملية التحكم والسيطرة عليه؟ لذلك أيضا كل هذا الإرباك كان يؤدي بدوره إلى الإرباك عند الجانب الإسرائيلي على المستوى الإعلامي، ثم بعد ذلك تأتي وسائل الإعلام اللبنانية لتنقل سريعا، ثم نحن نأتي بدورنا لنأخذ برهة من الوقت 5 إلى 6 دقائق، ليتبين بعد ذلك أن كل هذه الروايات المتضاربة لا صحة لها أو لا أساس لها، وهي بحاجة إلى مزيد من التقاطعات. وكل هذا يحصل وهذا حقيقة فعلي أو هذا حقيقة على استعجال، لأننا نعيش في نقل حي ومباشر. شكرا لك. وبكل دقيقة ودقيقة على طول الحدود إن كان من هنا أو من داخل فلسطين المحتلة. من جنوب لبنان كنت معنا مراسل الحدث محمود، شكرا جزيلا لك. أعود إلى غزة أيضا، ومن أمام مستشفى دار الشفاء ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. من جديد أرحب بك أحمد، وأيضا أعود إلى زياد حلبي. سأعود إليك زياد، فقط أريد أن أعرف من أحمد ما هي الأوضاع الآن، هل هناك من جديد، هل هناك من إجراءات، هل هناك ربما من أي أنباء عن وصول أو السماح بوصول أي مساعدات إلى المستشفيات؟ حتى هذه اللحظة زميلتي لا يوجد أي مؤشرات على أرض الواقع أن هناك أحاديث أو أي أفعال تؤكد أن هناك سوف يكون ممر آمن لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وأيضا الوقود إلى قطاع غزة. هناك يعني اتصالات تجري من قبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل من أجل العمل على فتح معبر رفح كممر آمن ودخول المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية والوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة، ولكن هذه لم تلقى أي استجابة حتى الآن من إسرائيل. أسمع غارات إسرائيلية في المنطقة الشمالية للقطاع الآن. هذه الأحاديث حتى الآن والاتصالات لم تثمر أي شيء على أرض الواقع، ويبدو أن إسرائيل متمسكة بقرارها بعدم فتح المعابر وعدم إدخال أي شيء إلى القطاع. وكما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن لا مياه لا كهرباء لا طعام وكل شيء ممنوع إلى قطاع غزة. ننقل لك مباشرة لهذه الإصابة التي وصلت جراء الاستهدافات السابقة لمناطق متفرقة من القطاع. نحن يعني نقف أمام قسم الطوارئ والإسعاف في مجمع الشفاء الطبي، يعني ننقل لكم هذه الصور الحية والمباشرة لنقل الإصابات والجرحى التي تصل، وهذه النتيجة الحتمية للقصف أحمد. نعم، ذكرت قبل قليل فقط للتأكيد بأنك تسمع الآن استمرار ربما لغارات جوية على مناطق هي شرق أو شمال، عفوا شمال غزة، شمال القطاع زميلتي، شمال القطاع. يعني هذه حالة تم إدخالها إلى قسم الطوارئ والإسعاف داخل
داخل قسم الطوارئ والإسعاف في دار الشفاء الطبي، هذا المستشفى الذي يعد من أكبر المستشفيات في القطاع والذي استقبل آلاف الجرحى يعني نتيجة الاستهدافات المتتالية على كافة مناطق قطاع غزة. وبالمناسبة زميلتي أن هناك إصابات تكون في المناطق الشمالية للقطاع في جباليا أو في بيت لاهية، نتيجة أن هذه الحالة المصابة حرجة وخطيرة يتم نقلها من شمال القطاع إلى هذا المستشفى، لأن المستشفيات في الشمال كمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال العدوان غير مؤهلة لاستقبال الحالات الحرجة والخطيرة. لذلك هذا المستشفى يعد بالإصابات الخطيرة والحرجة في داخل الأقسام، لأنه يوجد به أطباء تعمل على مدار الساعة، ولكن حتى الطاقم الطبي داخل هذا المستشفى أصبح مرهق وغير قادر على معالجة وتقديم العلاجات اللازمة للحالات الخطرة وإجراء العمليات الكبرى نتيجة نقص المستلزمات الطبية، عدم وجود الإمكانيات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الخطيرة، وبالتالي المنظومة الطبية تحتاج إلى دعم في هذه الظروف في قطاع غزة. وفي ضوء كل هذه النقاط أحمد، يرتفع عدد الوفيات من الإصابات التي من الممكن بات من الصعب يرتفع عدد نعم عدد الوفيات يرتفع، وهنا الطواقم الطبية تعمل مع الحالات الحرجة جدا التي يعني يمكن إنقاذ حياتها، فبالتالي يكون هناك يعني هذه الإصابة الآن ننقلها لكم من إحدى الاستهدافات الإسرائيلية في المناطق المتفرقة من قطاع غزة، تدخل إلى يعني قسم الإسعاف والطوارئ، هي سيدة بالمناسبة يعني يتم الآن نقلها إلى قسم الإسعاف والطوارئ من أجل العمل مع الطواقم الطبية داخل القسم. يعني إصابات متعددة ومتتالية تصل إلى مستشفى الشفاء الطبي وقسم الطوارئ للعمل، يعني المستشفى يعج صراحة بالأعداد الكبيرة من الإصابات التي وصلت إلى أكثر من 6500 إصابة منذ 6 أيام على الحرب. شكرا لك ليا. شكرا جزيلا لك أحمد حرب، كنت معنا من أمام مستشفى دار الشفاء في غزة، شكرا لك. وبالعودة إلى زياد حلبي، زياد كان هناك حديث بأن لا يزال هناك عدد من عناصر الفصائل الفلسطينية موجودة في بعض المناطق داخل غلاف غزة، هل من معلومات جديدة لديك حول هذا الموضوع؟ وماذا أيضا عن الرشقات الصاروخية التي تخرج من غزة؟ عمليا الرشقات الصاروخية وصلت إلى غلاف غزة قبل 15 دقيقة، كان هناك رشقات، ولكن لوحظ منذ ساعات العصر وحتى الآن ازدياد واضح في الرشقات الصاروخية التي تخرج من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا سجل اشتباك على الأقل عمليا بين مقاتلين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في إحدى المستوطنات. الإسرائيليون قالوا أنهم قتلوا 2 من المقاتلين، وكان هناك ادعاء بأنه تم أيضا اعتقال 2 آخرين في منطقة أخرى. بهذا المعنى أيضا قضية غلاف قطاع غزة ما تزال عمليا تشهد أعمالا قتالية، لهذا أبقى الجيش الإسرائيلي عليها تحت تصنيف منطقة قتالية حربية نشطة وبقيت عسكرية مغلقة. الآن الإسرائيليون عمليا يكثفون القصف لقطاع غزة، الواضح بأن العملية البرية هي مسألة وقت. كل من يسمع أركان السياسة والعسكر في إسرائيل يدرك تماما بأن هذا الموضوع موجود وبقوة على طاولة الحكومة والمطبخ الحربي كما بات يسمى. زياد، هل من معلومات وفقا لهذه المعطيات والقراءات حول العملية البرية، كيف سيكون شكل هذه العملية؟ عملية برية كليا جزئيا؟ ما المتوفر حول ذلك حتى الآن؟
لا يوجد أي معلومات بطبيعة الحال، لأن هذه في إطار الخطط السرية الإسرائيلية، لا تنشر معلومات، لا أحد يعرف ساعة الصفر لهذه العملية وإن كانت ستكون في نهاية المطاف أو لا، ولكن المؤشرات قوية على الأقل هذه المرة، لأن الحكومة الإسرائيلية وفق محللين كما القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي في مأزق كبير عمليا بعد البداية المتعثرة والفشل في الاستخبارات والعمليات. عمليا الواضح بأن نتنياهو وهذه الحكومة في محاولة ربما لتفادي العواقب التي ستكون أيضا على الصعيد السياسي الداخلي، قد يذهب إلى آخر الشوط أو قد يكون هناك على الأقل تدخل بري عمليا. طبعا تكرار أن إسرائيل ستدمر حماس وستفكك حماس وقدرات حماس العسكرية، عمليا هناك إجماع لدى المراقبين بأن ذلك يتطلب عملية برية معقدة جدا ومركبة جدا، وقد تكون مكلفة جدا بالنسبة لإسرائيل، لأنها تعرف وتقول أيضا أن حماس تتحضر منذ سنوات عمليا لمواجهة عمل بري مع الإسرائيليين. اللافت كان اليوم أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية أجازت كشف بعض التفاصيل، عززت ما كنا قلناه منذ البداية عن هذه الحرب عمليا فيما يتعلق ب يعني هذا يوحي أعتقد بأن قيادة الجيش الإسرائيلي لن تبقى بعد هذه العملية، على الأرجح ستقال كلها. هذا أقول ذلك لأنه عمليا وفق الراشح الآن القيادة العسكرية رئيس الأركان تفاوض مع قادة المناطق المختلفة الساعة 4 فجرا قبل ساعتين بالضبط مما قامت حماس بالدخول. كان لديهم معلومات بأن حماس تحضر لشيء، قالوا سنواصل المفاوضات المدولات في ساعات الصباح، بعد ساعتين عمليا حصل كل شيء. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، شكرا جزيلا لك زياد. ونبقى في لبنان وخاصة الحدود الجنوبية، حيث واصل الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار القصوى ودفع بمزيد من الآليات والدبابات والجنود للمنطقة. وفي الداخل اللبناني، أفادت وسائل إعلام لبنانية بدوي انفجار كبير في الجنوب، وأفاد مراسلنا بأن الانفجار كان ناجما عن إطلاق قذيفة مدفعية على أطراف بلدة الخيام، كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة المطلة القريبة من الحدود. أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن قلقه إزاء ما يجري على الحدود الجنوبية لبلاده، ولفت ميقاتي إلى أن حكومته ستقدم احتجاجا عاجلا ضد إسرائيل لمجلس الأمن، معربا عن دعم لبنان للشعب الفلسطيني. حول جدية استعداد حزب الله لمواجهة إسرائيل والتدابير التي بدأها في لبنان، ينضم إلينا الزميل إبراهيم فتفت لمزيد من التفاصيل والمعلومات. لديك ربما تحليلات أو بعض القراءات حول هذه الجهوزية لحزب الله للمشاركة في هذه العمليات، إبراهيم تفضل. فعلا رشا، هناك بعض المصادر وهناك تقارير تحدثت عن استعدادات حزب الله لخوض هذه الحرب، ننقلها كما هي فضل. الآن إذن منذ اللحظة الأولى التي تلقت فيها إسرائيل صفعة طوفان الأقصى التي تقودها حركة حماس الفلسطينية، بدأ الجيش الإسرائيلي تعزيز الجبهة الشمالية بشكل يكاد يفوق تعزيزات الداخل، ويركز على في استراتيجياته على الحدود مع لبنان تماما كما فعل على الحدود مع غزة. ورغم أن الطوفان العسكري كان متوقعا من الشمال أي من جهة حزب الله، إلا أن حماس باغتت إسرائيل من خاصرة غزة، فأتتها بآلاف الجنود على طريقة ألعاب الفيديو بالمظلات. في الميدان المعركة توحي أنها في بدايتها، والسيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهذا ما تظهره استعدادات كل الجوانب المتوقع مشاركتها في هذه الحرب إن توسعت. فحزب الله اللبناني شمالا أي شمال إسرائيل، الذي كان يظهر استعداده الدائم وحماسه لخوض الحرب عبر خطابات رنانة لزعيمه حسن نصر الله، وضع خطة لنزوح
تضمن تأمين أماكن إيواء لحوالي 50% من سكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والهرمل، أي هذه المناطق التي هي تعتبر مناطق سيطرة الحزب بحسب ما كشفت عنه صحيفة المدن اللبنانية. وتشمل الخطة 45 مركزاً في عكار أي شمالي لبنان، 4 في المنيا، 5 في الكورة، و6 في زغرتا ومناطق أخرى بالنسبة أقل كصيدا وجديدة المتن وبرج حمود وغيرهم من المناطق اللبنانية، حيث تم تأمين 150 قرية وبلدة لبنانية من ضمنهم منازل ومساجد وقاعات كبيرة لاستقبال النازحين من مناطق حزب الله. إضافة إلى كل ذلك، كشفت مصادر الحدث عن تدابير ميدانية بدأها حزب الله بالتنسيق الكامل مع حركة أمل استعدادا لما قد يحصل في الساعات أو الأيام والأسابيع المقبلة. تتزامن هذه التدابير التي يقوم بها حزب الله مع جولة لوزير الخارجية الإيراني في هذه الأسابيع أو الساعات المقبلة حسين أمير عبد اللهيان في المنطقة، وتشمل لبنان حسب ما أعلن السفير الإيراني في لبنان في تغريدة له عبر منصة إكس. إذن نرتقب أو نترقب هذه الزيارة بالتوازي مع تعزيزات عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة على الحدود مع لبنان. لنشاهد. إذن مقابل هذه التعزيزات الإسرائيلية التي شاهدناها، إضافة إلى تعزيز الردع الأمريكي الإقليمي الذي أعلن عنه البنتاغون، غاب الموقف الرسمي اللبناني إلا قبل ساعات، حيث أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي توجه حكومته لتقديم احتجاج ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي. موقف الحكومة اللبنانية سبقه مواقف سياسية لبعض الأحزاب تصدرها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في موقف لافت أثار جدلا في لبنان لقناة محلية، حيث أعلن وقوف حزبه إلى جانب حزب الله في حال قررت الميليشيا الدخول في هذه الحرب، لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان له رأي مخالف وآخر، حيث اعتبر أن قرار دخول حزب الله الحرب ليس لبنانيا بل مركزه إيران وتحديدا في طهران، حيث اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن إيران هي التي تدير المعركة الحالية بناء لمصالحها طبعا بحسب جعجع. هذا كل شيء رجاء. شكرا جزيلا لك إبراهيم على كل هذه المعلومات والقراءات والمصادر. شكرا. من بيروت ينضم إلينا العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أهلا ومرحبا بك معنا سيادة العميد، أهلا بك. ربما استمعت وإيانا إلى هذه القراءة وربما الحديث أيضا عن إذا ما كان فعلا حزب الله مستعدا لهذه العمليات للمشاركة فيها، وإذا ما كان القرار يرجع فعليا لحزب الله. نعم، أولا بالنسبة للاستعدادات من الطبيعي أن يكون حزب الله مستعدا للتدخل في هذه المعركة الجارية في غزة، ولكن السؤال يجب أن يطرح بشكل مختلف. من الواضح أن حزب الله لا مصلحة له في الدخول في هذه المعركة، لأن مكاسبه السياسية والأمنية في لبنان هي في أوجها، وفي حال دخل في هذه المواجهة فإن لديه الكثير ليخسره وربما ليربح، لكن هذه تكون مقامرة ومغامرة. فما يجري في غزة حاليا خلال الثلاثة أو الأربعة أيام، إذا هذا السيناريو تكرر في لبنان فسيكون كارثيا على لبنان. السؤال يجب أن يسأل، هل هناك نية إسرائيلية مع أو بدون مبرر لخوض حرب مع لبنان؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يسأل، وهذا الجواب والجواب على هذا السؤال هو ليس فقط في إسرائيل ولكن يمر أيضا في واشنطن
لأن ربما إذا حصل ذلك الردود ستكون على القوات الأمريكية المتواجدة في الخليج، وربما ليس من إيران نفسها إنما من الفصائل العراقية التي هي متحالفة مع إيران أكان في العراق أو في سوريا. إذن الموضوع معقد جدا، والجواب على إذا ما كان سيحصل شيء في الجنوب أو لا في لبنان هو أولا في تل أبيب، ثانيا في طهران، وثالثا في واشنطن. يعني كل هذه التفاعلات هي اليوم الأولوية، والمسألة هي ليست مسألة إذا كان هناك من هجوم بري على غزة أو لا، فالمؤشرات تدل أن هناك هجوم، وحتى لو لم يكن هناك هجوم يعني عملية تجريد حماس من الكثير من قدراتها جارية على قدم وساق، وبالتالي لو كان هناك فعلا جدية في التدخل لمساندة حماس من لبنان لكان ذلك حصل. وهناك أيضا سؤال، هل هذا التدخل فعلا سيقلب الموازين وسيلهي إسرائيل أو سيشغل إسرائيل في الشمال بدلا من إشغالها في غزة؟ أنا أشك بذلك. البعض يقول في ظل الدعم العسكري لإسرائيل قد لا يشكل يعني فارقا كبيرا حتى وإن تمت بعض العمليات، يعني لا تحسم الأمور بشكل صالح حزب الله أو غيره في ظل الدعم الموجود حاليا. فقط الآن اسمح لي سيادة العميد للتنويه لهذا، ربما لهذه الصور وهي تنقل ربما قصف أو تجدد قصف عنيف على غزة. إذن تجدد القصف الإسرائيلي على غزة وهو فعليا لم يهدأ، هو استمرار للقصف الإسرائيلي على غزة. السيد خليل، كان هناك تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول فيه إن الأولوية هي لتجنب تمدد الصراع وبخاصة إلى لبنان، يعني تمدد الصراع هو أولوية، عدم تمدد الصراع، ولكن خصص لبنان. هل لهذه المواقف أو الموقف الفرنسي أيضا ربما تأثير على شكل التحركات إذا ما كانت ستكون موجودة فعليا أو لا؟ نعم، فرنسا هي ربما اليوم في الموقع الأهم للتواصل مع إيران، فهناك من الواضح أن هناك تفاهم فرنسي إيراني على أمور كثيرة، والدليل المواقف الفرنسية مؤخرا بالنسبة لرئاسة الجمهورية في لبنان، وطبعا هذا الموضوع اليوم ليس أبدا مطروح على الطاولة، وأيضا وجود شركة توتال في الجنوب في البلوك رقم 9 في التنقيب على الغاز، وهذا حتما يعني مرة بتفاهم مع إيران أكان معلن أو غير معلن، وبالتالي يهم الحكومة الفرنسية أن يبقى الهدوء في شرق المتوسط بسبب المصالح النفطية والغازية لفرنسا. ولكن يعني مدى قدرة فرنسا على التأثير على الأحداث الجارية في هذه المرحلة هو محدود، يعني عندما نرى حاملتي طائرات أمريكيتين مع مجموعتين ضاربتين يعني توجهتا إلى المتوسط، وهذا هو ليس لمساندة إسرائيل في معركة غزة، فمعركة غزة لا تتطلب كل ذلك، إنما في حال توسع هذا القتال لردع إيران، لأن هذه السفن الأمريكية الموجودة في البحر مزودة بقدرات صاروخية من طراز إيجيس للتصدي لصواريخ باليستية يمكن أن تأتي من إيران أو من اليمن أو من أمكنة أخرى، وأيضا مزودة بصواريخ كروز البالغة الدقة. وأريد أن أقول أن يعني مثلا تدمير الدفاع الجوي الليبي خلال حرب ليبيا، عندما بدأت الحرب في ليبيا منذ سنوات حققتها غواصة أمريكية واحدة، وبالتالي يعني القوة الضاربة الموجودة هي لتجنب في المرحلة الحاضرة توسيع الصراع. ولكن أعود وأقول يعني الهدف أو يعني إذا كان هناك من عمليات عسكرية في الداخل اللبناني فالقرار هو ليس بيد حزب الله، إنما بيد إيران، بيد إسرائيل، وبيد الولايات المتحدة. شكرا. تفاعل المصالح هذا هو الذي يحدد إذا ما كان هناك عملية في لبنان أم لا. نعم، من بيروت كنت معنا العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. نستمع وإياكم مشاهدينا إلى هذه
الصور والأصوات المباشرة من غزة. هذه الصور مباشرة من غزة، وعلى ما يبدو ظهور هذه السحب الدخانية المتصاعدة وهي التي تعقب كل الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مبانا وبعض ربما البنى التحتية التي تقول بأنها تابعة لحماس في غزة. ومن المتابع أيضا بأن كما يتم رصده بأن دائما تشتد وتيرة الغارات الإسرائيلية على غزة ليلا أكثر منها نهارا. وذكرت مصادر الحدث أن مصر طلبت فتح ممرات آمنة لدخول مساعدات إنسانية إلى غزة بضمانات أمريكية، كما طلبت القاهرة من الفصائل تقديم تعهدات بوقف إطلاق الصواريخ خلال دخول المساعدات للقطاع في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل إدخال أي وقود لغزة مع المساعدات الإنسانية. من جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هناك تطورات شديدة الخطورة وسعي من أطراف متعددة للحد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام، محذرا من تصفية القضية الفلسطينية واصفا إياها بأنها قضية العرب جميعا، مشددا على أن من المهم أن يبقى شعبها صامداً ومتواجداً على أرضه. وقال السيسي إن مصر تبذل جهوداً مكثفة لاحتواء التصعيد الجاري بين إسرائيل والفلسطينيين، لافتاً إلى أن مصر تحاول وقف القتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني في غزة. وأضاف السيسي أن مصر مستعدة لتسخير كل جهودها للوساطة مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، وأضاف: نتحرك مع أشقائنا في الدول العربية وأصدقائنا وحلفائنا لإيجاد حل للتصعيد الحالي. ودعا السيسي كافة الأطراف لإعلاء لغة العقل والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والعودة للمفاوضات بعد انفجار الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال السيسي إنه لن ينعم أي طرف بسلام إلا بتوفير الحماية للمدنيين من الجانبين وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع. وصلت قافلة مساعدات إنسانية من الأردن إلى مطار العريش في شمال سيناء تمهيدا لدخولها إلى غزة عن طريق معبر رفح البري. ونقل بيان لمحافظة شمال سيناء عن المحافظ محمد عبد الفضيل قوله إن المساعدات وصلت إلى العريش بعد ظهر الخميس، وهي أول شحنة مساعدات إنسانية تصل إلى المدينة. بعد وصول حاملة الطائرات الأمريكية فورد لشرق البحر المتوسط، كشفت صحيفة التايمز أن بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى شرق المتوسط، وستبدأ طلعات جوية للمراقبة والاستطلاع فوق إسرائيل إظهارا للدعم العسكري بغية طمأنتها. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه لا توجد شروط على المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل. وأكد أوستن أيضا خلال حديثه في مقر حلف الناتو في بروكسل، أكد عدم رؤية الجيش الأمريكي لأي حشد لقوات حزب الله على الحدود مع إسرائيل، كما رفض القول ما إذا كانت طائرات مسيرة أو صور بالأقمار الاصطناعية ضمن المساعدات الأمريكية في مجال المخابرات.
ينضم إلينا من القاهرة وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري طارق الخولي، أهلا ومرحبا بك معنا. ومن عمان ينضم إلينا وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، أهلا ومرحبا بك معنا سيد سميح. أبدأ مع ضيفي من مصر السيد طارق. سيد طارق، الحديث عن وصول المساعدات إلى العريش، ما آخر المعلومات المتوفرة وهل فعلا من الممكن إدخالها إلى غزة إلى المحتاجين لها الآن؟ نعم، هذا ما تعمل عليه مصر خلال الساعات الماضية. الحقيقة أنه حصل دعوة داخلية من التحالف الوطني للجمعيات المصرية لجمع المساعدات استعدادا للممرات الإنسانية التي يمكن فتحها من خلال الساعات المقبلة والأيام المقبلة والتي تنادي بها مصر. أيضا تم استقبال الشحنة من جانب المملكة الأردنية الشقيقة، ونتطلع لمزيد من الدعم العربي من مختلف البلدان تمهيدا للقدرة على القيام بمختلف السبل لمزيد من الضغط بوجود ممرات إنسانية آمنة يمكن من خلالها إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني. كما تعرضون على الشاشة الآن لليلة السادسة، تتعرض الشعب الفلسطيني لقصف عنيف ووحشي وغير إنساني، وفي ظل حصار بانقطاع الكهرباء والماء ومنع إمدادات الغاز والسولار وغيرها من الأساسيات للحياة. وبالتالي ما يحدث الآن في قطاع غزة هو الأبشع على مدار العقود الماضية، وبيشكل حالة من ممارسة الجرائم وفقا لأحكام القانون الدولي وقانون الدولي الإنساني. إسرائيل ظنت على مدار عشرات السنوات أنها تستطيع أن تقيم نظرية الأمن الإسرائيلي بالقوة، وثبت على مدار السنوات أن هذا لن يحدث، وأنه يجب أن تستمع إلى العقلاء في هذا العالم. ومصر نادت والقيادة المصرية العديد من المرات بضرورة وجود حل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية وعلى أساس القانون الدولي. نعم، تفضل بالبقاء معنا سيد الخولي. وقبل أن أتحول إلى السيد سميح، أرحب بضيفنا من واشنطن حسين عبد الحسين، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أهلا بك. سيد سميح، أول شحنة من المساعدات الإنسانية قدمت من الأردن، ما الدور الذي تقوم به فعليا الأردن اليوم؟ ما المسارات التي بدأت في العمل من خلالها للتخفيف ربما من عبء ما يحدث من خلال توفير ممرات آمنة أو الذهاب إلى تهدئة؟ مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. أهلا. يعني الحقيقة الأردن من بدايات العدوان على غزة هنالك ثلاث مسارات بيشتغل عليها الأردن في هذا الموضوع. المسار البعيد هو إعادة عملية السلام إلى مسارها، وهذا مسار مستبعد في هذا الوقت لأنه الأولوية الإسرائيلية غير في المسار الثاني هو وقف العدوان على غزة، وقف العمليات العدوانية الإسرائيلية على غزة، والعودة بالأمور إلى الهدوء والعودة إلى الحياة الطبيعية في غزة. المسار الطارئ والضروري هو المسار الإنساني الذي يتعلق بإدخال المساعدات لأهل غزة بعد عمليات الحصار التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين. هذا الحصار الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين هو جزء من أسلحتها لإرغام حماس على خطوات وعلى القيام ببعض تنفيذ بعض المطالب الإسرائيلية. اسمح لي سيد سميح فقط إلى أن أشير الآن لما يرد على الشاشة فعليا، وهو نوع من القصف العنيف فعلا والمتواصل والذي يؤدي إلى فعلا إضاءة كل هذا الظلام في غزة من شدته ومن تواتره الآن. إذن نشاهد وإياكم هذا الاستهداف الجديد الذي سبقه فقط قبل دقائق آخر في غزة من قبل القصف والاستهداف الإسرائيلي الجوي. نعم سيد سميح تفضل. يعني المسار الثالث هو مسار الطارئ
والإنساني المتعلق بإدخال المساعدات، وهذا بالتنسيق مع الأشقاء في السعودية، في مصر، مع الدول الأخرى. أعتقد هذا الموضوع تحديداً سيكون البند الأهم على خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي غداً إلى الأردن. غداً سيجتمع صباحاً مع جلالة الملك، سيجتمع أيضاً مع الرئيس محمود عباس، وسيكون هذا الموضوع بشكل طارئ. لكن بتقديري أن الإسرائيليين الذين يمارسون هذا الحصار على الفلسطينيين سيحاولون مقايضة الموضوع الإنساني بالإفراج عن الرهائن، عن جزء من الرهائن، أو إفراج كلي عن الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس. وبعتقد أن الأولوية عند الأمريكان أيضا أن يتم الإفراج عن من يحملون الجنسية الأمريكية أو الجنسيات الأوروبية مقابل هذا. ربما نشهد صفقة جزئية بين حماس وبين إسرائيل في الموضوع الإنساني مقابل جزء من قضية الرهائن والأسرى الموجودين. لكن هذا الأمر ما زال يعني يقابل بالتعنت الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي كما قلت لحضرتك العمليات العسكرية والعدوانية زائد الحصار هي أدواتها الرئيسية في هذه المرحلة في معاقبة الفلسطينيين ومعاقبة حركة حماس على ما فعلت. لكن بالتأكيد أنه تمديد يعني جولة وزير خارجية الأمريكي كانت يعني ستصل إلى إسرائيل فقط لغايات المساندة والتضامن، لكن هذه الجولة توسعت شيئا فشيئا إلى الأردن وثم مصر وقطر والسعودية دول عربية أخرى. صحيح. وبعتقد أنه سيكون طبعا توسعت يعني بالتدريج، بعتقد أنه سيكون فيها حديث واضح من قبل الدول العربية مع الأمريكان في موضوع البعد الإنساني، موضوع إدخال المساعدات. وأيضا الأمريكان أولويتهم أساسا هي الرهائن الذين يحملون الجنسية الأمريكية وجنسيات أخرى، فربما نجد في تحريك للبعد الإنساني عبر تبادل جزئي أو صفقة جزئية بهذا الموضوع. نعم. إذن والآن يبدو في بعض الصور التي تأخذها الوكالات بأن بلينكين يغادر إسرائيل متوجها إلى الأردن. ضيفنا من واشنطن السيد حسين عبد الحسين، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. أهلا ومرحبا بك معنا سيد حسين. إلى أي حد اليوم هناك فعلا كيل بمكيالين كما يقال بالنسبة لما يحدث في غزة من قبل الغرب، من قبل الولايات المتحدة، وتحديدا عندما يتم استهداف المدنيين، عندما يكون عدد القتلى من الأطفال والنساء بهذه الأعداد المهولة خلال هذه الأيام القليلة؟ مساء الخير. مساء الخير. يعني لا أعرف كيف يمكن قياس كل من الجهتين، أنه حماس هي التي بدأت أصلا هذه الحرب، لو لم يعني تتهور لما كانت غزة في هذه الورطة. هذه المشكلة الأولى، وهذه تبرر عند العواصم الغربية معظم ما تقوم به إسرائيل حتى الآن. من ناحية ثانية، يعني أعرف أنه يعني لدى الغالبية العربية هناك شعور أنه فارق وتحامل وما إلى هنا، ولكن عدد الضحايا ما يزال تقريبا متساوٍ، يعني 1300 إسرائيلي وأعتقد 1400 فلسطيني أو أكثر بقليل. فلا تبدو هذه الصورة يعني مختلة جدا. طبعا الفارق العسكري واضح والدمار في غزة واضح، ولكن ما تزال يعني الصور التي تظهر في الإعلام الغربي، ما تزال هناك صواريخ لحماس وإسرائيليون يركضون إلى الملاجئ والمخابئ وصفرات. سيد حسين، إسرائيليون يعني يهربون إلى الملاجئ، ولكن المستشفيات لم تعد تستوعب الأعداد في قطاع غزة. إسرائيل تتعنت في موقفها بما يخص الجانب الإنساني والممرات الآمنة لإيصال مساعدات إنسانية، بعيدا عن موضوع الأعداد إذا ما كان قريب من بعض من حيث عدد الضحايا من الجانبين. هناك تعنت إسرائيلي وتعمد للقول لا كهرباء ولا ماء ولا غيرها، يعني تريد الموت لغزة وليس فقط لحماس. هناك فارق. يعني أنا لا أقدم موقفي، أنا أشرح لماذا الغرب يرى بهذا الشكل. أنت لو يعني تجلسين هنا في واشنطن تشاهدين الإعلام، هذه هي الصور التي تأتي، وهذه الصور تؤدي إلى تشكيل رأي عام لا يشبه الرأي العام،
الذي يعني نستمع إليه مثلا عبر القنوات العربية أو لمن يعيش في المنطقة ويدري ما يجري. ما يجري حتى الآن أنه الصور مقابلها صور هنا أطفال، يعني ما يزال هناك جدال على صور الأطفال الإسرائيليين المحترقين أو الضحايا، وهناك صور أطفال أخرى. فإلى حد الآن الصورة في الإعلام الغربي منقسمة وتظهر تساوٍ، مع أنه نحن نعرف أنه يعني القدرة العسكرية أكبر بكثير من قدرة حماس، ولكن تظهر التساوٍ. والحكومة الأمريكية والحكومات يبدو أنها وافقت أو فوضت حماس، فوضت إسرائيل عفوا بالقضاء على حماس. وهناك نوع من يعني الاعتقاد أنه لا يمكن القضاء على حماس، أن هي تختبئ بين السكان من دون الضحايا ومن دون ضحايا. يعني طبعا لو حصل اجتياح عسكري إسرائيلي أيضا هناك يعني اعتقاد أنه ستقع ضحايا كثيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي. فحتى الآن هي تبدو حرب، لا تبدو أنه هناك يعني ضحية فقط وهناك جلاد فقط، يعني هي يبدو هناك نوع من التكافؤ. نعم سيد الخولي، إلى أي حد اليوم يؤثر الموقف العربي، يعني كما أشار ضيفنا بأن هناك رأي عام غربي ضد قطاع غزة بالكامل، وأنهم يبررون ما يحدث من استهدافات إسرائيلية من جراء ما ينشر إعلاميا لديهم، إلى أي حد يؤثر الموقف العربي ووحدة الموقف العربي في ربما إيجاد حلول تحديدا بما يخص موضوع الممرات الآمنة والمساعدات لغزة؟ أعتقد أن الموقف العربي المشترك والقوي والصلب يستطيع أن يحقق نتائج في هذه الأزمة، رغم صعوبة الأزمة هذه المرة ورغم جلال هذا المشهد، ورغم أن هذه المرة هي الأعنف على مدار سنوات طويلة لما يحدث الآن. أنا أعتقد أنه الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير واضحة بشكل فج فيما يحدث الآن ما بين الموقف الغربي فيما حدث في أوكرانيا والموقف الغربي فيما يحدث في غزة الآن. المشاهد التي نراها يوميا لقتل الأطفال ولقتل الأبرياء ولقتل النساء بشكل وحشي وبشكل فيه انتقام سافر ومبالغ فيه من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يسعى لمحاولة بناء حالة من الهيبة مرة أخرى بشعوره بأنه تم النيل من صورة الهيبة الإسرائيلية وجيش الدفاع والقدرات الإسرائيلية العسكرية والاستخباراتية التي أصبح الآن حولها شكوك كبيرة في قدراتها في مجابهة مجرد حركات مقاومة وليست حتى جيوش على مقدار جيش كان يعتبر نفسه أو يصنف نفسه بأنه واحد من أكبر جيوش الشرق الأوسط. فالحقيقة إنه كل هذه الصدمة الكبرى التي يعني ألمت بإسرائيل وبالعالم الغربي فيما يتعلق بقدرات إسرائيل تجعلها الآن في حالة من الشراسة الشديدة في التعامل مع مدنيين أبرياء، فتقوم بعمليات إبادة جماعية وتحصل على الضوء الأخضر من العالم الغربي في القيام بعمليات إبادة جماعية لشعب بأكمله وللقيام بجرائم واضحة أمام الجميع. إلا أن الإعلام الغربي الحقيقة لا يغطي ما يحدث في غزة بالقدر الكافي، وأنا أعتقد أن هناك تواطؤ كبير يحدث الآن من قبل العديد من الحكومات ووسائل الإعلام في الغرب لبناء صورة ذهنية معينة للمشاهد الغربي. إلا أن هذا لم يمنع لكل المتابعين من حدوث بعض التظاهرات المؤيدة لفلسطين في بعض العواصم من العالم، وهذا ما تسبب في حالة من الغضب لدى بعض الحكومات، حتى أن بعض الحكومات الآن تبحث منع رفع العلم الفلسطيني في بعض العواصم الأوروبية أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية. فالحقيقة أنه لكل متابع عام ولكل مشاهد يرى أن ما يحدث اليوم هو نتاج العناد الإسرائيلي والتعنت الإسرائيلي على مدار عشرات السنوات في إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي بناء دولة فلسطينية وفق حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه المماطلة الإسرائيلية إسرائيل تدفع ثمنها اليوم، ولا يمكن أن يلام شعب تحت الاحتلال على مقاومته لهذا الاحتلال ومحاولة أن يحصل على حريته
حياته ويحصل على حقوقه المشروعة. فالحقيقة أن الممرات الإنسانية من خلال الساعات المقبلة يجب أن يتم الضغط فيها بشكل كبير. وزير الخارجية الأمريكي بوجوده في المنطقة الآن وتوسيع لقاءاته التي سيقوم بها على مدار الساعات المقبلة يجب أن يكون لها تحرك وصدى هام في القدرة على تحقيق الممرات الإنسانية. الحقيقة أنه تصريحات وزير الخارجية الأمريكي اليوم أوضحت انحيازا كبيرا إلى جانب إسرائيل في فكرة الاطمئنان على أنه لا يتعرض المدنيين في غزة إلى العدوان والقصف الإسرائيلي. الحقيقة أن هذا كان تصريح غريب جدا في ظل أنه يعني من يتكبد ومن يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني. وهذه المشاهد الصعبة التي نرى فيها الأطفال يعني يستشهدوا ويتعرضوا لأقصى يعني درجات يعني من الضغط الإنساني الذي لا يمكن أن يتحمله أحد. ولا يمكن أن نعرض هؤلاء الأطفال لمثل هذه المشاهد الصعبة التي لا يمكن أن يتحملها أي إنسان، والتي أعتقد أنه يجب أن تدفع إسرائيل ثمنها، ويجب أن تحاسب إسرائيل على هذه الجرائم البشعة التي قامت بها والتي ما زالت تقوم بها على مدار الساعات الحالية. من القاهرة كنت معنا طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، شكرا لك. وأيضا أشكر ضيفنا من عمان وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة. الشكر أيضا موصول إلى ضيفنا من واشنطن حسين عبد الحسين، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. شكرا جزيلا لكم جميعا. مستمرون إذن مشاهدين في هذه التغطية على قناة الحدث على رأس كل ساعة، وزميلي حسين الشيخ على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.